وقد ما يحدث من اختلافات في وجهات النظر ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي واتحاد كرة القدم والعند اللي بيعمله اتحاد كرة القدم، وأنا هسميه عند، أنا آسف مش عارف غير إن هو عند. هو أنت عايز تلعب، مش لازم تلعب ماتش يوم 28، خلاص عايز تأجل ماتش يوم 28 في الدوري أجله لما بعد مباراة الزمالك والأهلي اللي هتبقى يوم 30 مارس، مباراة الأهلي والزمالك اللي هتبقى يوم 30 مارس، 30 مارس صح، يوم 30 مارس خلاص، يبقى ليه تلعب الأهلي يوم 28 مارس في الدوري في الكاس؟ يبقى اصبر للأيام القادمة، خصوصا بقى إن أنت الإسماعيلي كمان هيلعب من يوم 23 ليوم 8 مارس ثلاث مباريات أفريقية. الوقت ده كان هو اللي هيلعب فيه نادي الاسماعيلي مباريات الكاس، وبالتالي الامور هتبقى صعبه جدا 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 في هذه الفتره. عشان كده انا بقول لحضراتكم ما تقلقوش، كل الامور بيتم دراستها بشكل جيد، كل حاجه بتتم الدراسه فيها، وكل كلمه بتطلع في بيان او بتطلع لحضراتكم بتبقى مدروسه بشكل جيد جدا جدا جدا، لان قلت لحضراتكم مجلس إدارة النادي الأهلي مش مسؤول على الجمعية العمومية فقط، ولكن مسؤول على 70-80 مليون أهلاوي دايما واقفين وراء قرارات النادي الأهلي مهما كانت هذه القرارات. عشان كده أنا بقول لحضراتكم الفترة اللي جاية، وأنا اليومين دول أنا عارف إن أنا عامل ضغط جامد جدا على الجمهور، ولكن لأن الجمهور هو الأساس في كل شيء، الجمهور هو الحقيقة الوحيدة أو من الحقائق المهمة جدا جدا في تاريخ النادي الأهلي. النادي الأهلي تاريخه كبير جدا جدا جدا، الحقيقة الوحيدة في أغلب بطولات النادي الأهلي أو كل بطولات النادي الأهلي هي الجمهور. الجمهور هو اللي بيخلي اللعيبة تتحرك في الكرة، في السلة، في الطايرة، في الهندبول، في الكاراتيه، في السباحة، في أي حتة. الجمهور هو اللي بيخلي لعيبة النادي الأهلي تتحرك عشان تاخد البطولات. عشان كده أنا بقول لحضراتكم الفترة الجاية فترة صعبة، لازم نقف كلنا خلف مجلس إدارتنا. مجلس الإدارة ده هو اللي مخول باتخاذ القرارات المناسبة، وهو بيبقى دايما مجلس الإدارة شايف حاجات بعيدة عننا احنا مش شايفينها شوية، نظرا لاتصاله بجميع بوزارة الشباب والرياضة وباللجنة الأولمبية وباتحاد كرة القدم وبكل الوسط الرياضي، وبالتالي بيبقى شايف حاجات احنا من الممكن جدا ان احنا ما نكونش شايفينها. ما تقلقوش من حاجة، الفترة اللي جاية فترة صعبة على النادي الأهلي، هتبدأ من بكرة الفترة الصعبة دي، أو هي بادئة من فترة طويلة، ولكن بكرة برضو مباراة مهمة جدا 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 للنادي الأهلي أمام الإنتاج الحربي.